سباق محتدم لانتزاع لقب اللاعب الأكثر شعبية حول العالم، عشاق الرياضة يتساءلون ما هي معايير التصنيف. في المركز الخامس جاء السويسري روجر فيدرير، أحد أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب في تاريخ التنس ضمن التصنيف الأخير. وفي المركز الرابع جاء البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي أصبح أغلى لاعب كرة قدم في العالم بعد انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. أما المركز الثالث فكان من نصيب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني وهداف الفريق. ومن خارج أسوار عالم كرة القدم، تسلل ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليحتل المركز الثاني. على سدة المركز الأول تربع أكثر الرياضيين شعبية على مستوى العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني للعام الثالث على التوالي. يبقى أن نشير أن التصنيف للرياضيين الأكثر شعبية يأتي استناداً لعدة أسس، منها عدد متابعينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة لاتفاقيات الرعاية الخاصة بهم، وعدد مرات كتابة اسمهم عبر محركات البحث على الإنترنت.